السلام عليكم، أنا دكتور لاشين سعد، برحب بحضراتكم في لقاء جديد مع طبيبك الخاص. في الأيام اللي فاتت سمعنا أرقام مرعبة عن مدى انتشار ونسب وفيات فيروس الكورونا الكبيرة في العالم كله، وعرفنا كمان إن مفيش لقاح ومفيش علاج حتى الآن. طيب مفيش قدامنا إلا الوقاية زائد تقوية الجهاز المناعي. علشان نفهم العلاقة ما بين الجهاز المناعي وفيروس كورونا لازم نراجع مع بعض الإحصائيات اللي قلتها في اللقاءات السابقة. عرفنا إن في 80% من الناس الفيروس بتبقى أعراضه بسيطة جدا وممكن تبقى غير ملحوظة، ودول 80% الأصحاء اللي بيتمتعوا بجهاز مناعي قوي. فحوالي 20% من الناس بتبقى الإصابة صعبة وبيحتاج الشخص يدخل المستشفى، دول المجموعة اللي عندهم أمراض مزمنة وعندهم مشاكل في المناعة. ال 20% دول 5% منهم بيحتاجهم دخول عناية مركزة، دول حالات حرجة، وللأسف حوالي نصهم من 2.5 إلى 3% بتحصل الوفاة. برضو لو رجعنا انتشار الفيروس حسب السن هنلاقي عند سن أقل من 10 سنين لا وفيات تقريبا، ما بين سن 10 و40 سنة بتبقى نسب الوفيات بسيطة جدا حوالي 2%، وده بيرجع لقوة الجهاز المناعي في الفترة دي من العمر. من 40 ل60 بتبدأ الوفيات تزيد، ولكن زيادة بسيطة لأن ما زال الجهاز المناعي بتاعنا يتمتع بقوة نسبيا. لكن بعد 60 سنة بنلاحظ ان في زيادة كبيرة في نسب الوفيات، خاصة بعد سن 80 سنة نتيجة ضعف الجهاز المناعي بسبب السن. قبل ما اكلم حضراتكم عن العادات الصحية اللي هتقوي جهازنا المناعي، هتكلم بسرعة عن يعني ايه جهاز مناعي. جهاز مناعي هو عبارة عن مجموعة من الاليات الدفاعية اللي بتحمي جسمنا ضد الغزو الميكروبي، سواء كان فيروسات او بكتيريا او فطريات او طفيليات. الآليات دي بنقسمها إلى مجموعتين كبار، المجموعة الأولى بنقول عليها المناعة الطبيعية، والمجموعة الثانية بنقول عليها المناعة المكتسبة. المناعة الطبيعية بيميزها إنها موجودة مع الإنسان وهو في الحياة الجنينية، وبعد كده بتكمل معاه. أهم ما يميزها إنها سريعة العمل وبتشتغل ضد كم كبير من الميكروبات ولا تحتاج إلى تعرض مسبق. أما المناعة المكتسبة بنكتسبها فيما بعد، بعد التعرض للميكروبات، كل ما نتعرض للميكروب ناخد العدوى ونكتسب المناعة. المناعة الطبيعية لها خطين دفاعيين، الخط الأول هو الجلد، وزي ما احنا عارفين الجلد هو أهم أداة مناعية على الإطلاق. الأداة الثانية هي الحامض المعدي، المحرقة. أي ميكروب بيوصل المعدة غالبا معظم الميكروبات بتتدمر بالحامض المعدي. في آليات كمان برضو مهمة زي الأهداب وزي المخاط وزي الدموع. المناعة الطبيعية لها خط تاني ما ننساهوش، اللي هو عبارة عن المواد الكيميائية اللي بيفرزها جهازنا المناعي زي الانترفيرونات وزي كمان الانزيمات وزي بعض المواد البروتينية القاتلة للميكروبات زائد بعض خلايا الجهاز المناعي. بعد كده المناعة المكتسبة. المناعة المكتسبة زي ما قلنا بنكتسبها بالتعرض للعدوى. أول ما الإنسان فينا ياخد العدوى في خلال حوالي أسبوعين بيكتسب المناعة عن طريق وجود أجسام مضادة غالبا بتفضل موجودة معاه مدى الحياة. هتكلم دلوقتي إزاي نقوي جهازنا المناعي. هنقوي جهازنا المناعي بعشر خطوات مهمة. أول خطوة هي الغذاء الصحي. الغذاء الصحي هو الغذاء المتكامل اللي بيحتوي على العناصر الغذائية الأساسية من نشويات ودهون وبروتينات وفيتامينات ومعادن. أهم الفيتامينات المطلوبة لصحة الجهاز المناعي هي فيتامين سي، فيتامين إي، فيتامين بي 6 وفيتامين دي. فيتامين سي. فيتامين سي هو أهم فيتامينات المناعة، مطلوب علشان بيقوي الجلد والنسيج الضام اللي هي أهم حواجز في مواجهة الميكروبات، مهم كمان علشان صحة وسلامة الأوعية الدموية. فيتامين سي ما بيتخزنش جوه جسمنا ومحتاجينه كل يوم. فيتامين سي فيه شيء إيجابي جدا وهو إنه واسع الانتشار، موجود في معظم الفواكه ومعظم الخضروات، موجود كمان بكثافة في الفواكه الحمضية. فيتامين بي 6. فيتامين بي 6 مهم جدا لتحفيز تفاعلات الجهاز المناعي. فيتامين بي 6 واسع الانتشار نسبيا، موجود في الدواجن والاسماك والتونه والخضروات. فيتامين اي. فيتامين اي من الفيتامينات المهمه جدا بالنسبه للمناعه لانه مضاد لعمليات الاكسده اللي بتدمر خلايا الجهاز المناعي.
الفيتامين ده إلى حد ما واسع الانتشار، موجود في البيض، موجود في البقوليات، موجود في منتجات البحار، موجود كمان في السبانخ وغيرها. أهم المعادن المطلوبة للمناعة بتشمل الكالسيوم والحديد والفوسفيت والمغنيسيوم والزنك. أهم هذه المعادن على الإطلاق هو الزنك. الزنك مهم لتحفيز أكثر من 300 إنزيم جوه جسمنا، خاصة إنزيمات الجهاز المناعي. كمان الإفرازات الكيميائية أو الوسائط الكيميائية لجهازنا المناعي برضو بتعتمد في إفرازها على الزنك. كم كبير من خلايا الجهاز المناعي عشان تنمو وتتطور بشكل طبيعي برضو محتاجة عنصر الزنك. العلماء لاحظوا أن نقص الزنك مسؤول عن عدد كبير جدا من وفاة الأطفال، خاصة أقل من سن 5 سنين. الزنك إلى حد ما واسع الانتشار، ونادرا لما نحتاج أن احنا نديه في شكل تقوية أو علاج. موجود في مأكولات كتيرة، خاصة المأكولات البحرية، موجود في اللحوم، موجود في البقوليات، في الفول السوداني، موجود كمان في السبانخ. هتكلم دلوقتي عن أهم 15 أكلة تزود المناعة. رقم 1، الفواكه الحمضية. الفواكه الحمضية زي الليمون والبرتقال واليوسفي، ودول فيهم نسب عالية من فيتامين سي، أهم فيتامينات المناعة. رقم 2، الفلفل الأحمر. كل أنواع الفلفل فيها نسب عالية من فيتامين سي، خاصة الفلفل الأحمر فيه تركيز عالي جدا ومميز بنسب عالية من فيتامين سي. رقم 3، الثوم. الثوم معروف من قديم الأزل، ويقال إن هو عادة فرعونية، بيتناول الإنسان من فصين إلى 3 فصوص في اليوم، ويشترط إن المعدة تكون سليمة، لأن لو في عندنا أي مشاكل في المعدة أو القولون هتزيد مع تناول الثوم. رقم 4، بذور عباد الشمس اللي احنا بنسميها احيانا اللب السوري وغيره، وده موجود فيه نسب عالية من الدهون، موجود فيه كمان فيتامينات زي فيتامين اي. رقم 5، السبانخ. السبانخ لو لاحظنا النهاردة هي اشهر حاجة، موجود فيها كم كبير جدا من الفيتامينات، وبالتالي هي عنصر اساسي جدا في التغذية. رقم 6، الكيوي. فيه فيتامينات كتيرة جدا، خاصة فيتامين اي. رقم 7، الشاي الاخضر. رقم 8، الزنجبيل. دي مشروبات مهمة جدا، وثبت علميا بابحاث كتيرة ان لها دور في تقوية المناعة. رقم 9، الدواجن. الدواجن طبعا غنية بالبروتينات، والبروتينات هي اللي بتصنع منها الاجسام المضادة، وبتصنع منها خلايا الجهاز المناعي. كمان غنية جدا بالفيتامينات، خاصة فيتامين بي 6. رقم 10، المأكولات البحرية بكل أشكالها وبكل أنواعها، غنية بالزنك، غنية بفيتامينات كتيرة زي فيتامين بي 6 وفيتامين اي. رقم 11، الزبادي. الزبادي غني بالبروتينات والفيتامينات وبعض المعادن، كمان موجود فيه بكتيريا طبيعية بتعمل توازن بكتيري جوه الأمعاء. رقم 12، الجبن الأبيض. طبعا الجبن الأبيض غني بالبروتينات وفيه بعض المعادن وبعض الفيتامينات. رقم 13، اللوز. رقم 14، الكركم. رقم 15، البروكلي. آخر 3 حاجات دول أبحاث كتيرة جدا أثبتت إن لهم أدوار محفزة للجهاز المناعي. أخيرا، في عندنا أنواع من التغذية لها تأثير سلبي على المناعة، زي الإكثار من النشويات والسكريات. الحاجات دي بتبقى مرهقة جدا للبنكرياس، وكمان بتعمل كبد دهني. كمان الإكثار من منتجات الدقيق الأبيض زي الفينو ومشتقاته، الحاجات دي بتبقى فقيرة جدا بالفيتامينات والمعادن. الوجبات الجاهزة فيها نسب عالية جدا من الدهون، ممكن تعمل كبد دهني. اللحوم الحمراء بكميات كبيرة لها تأثير سلبي، وبترفع مستوى الكوليسترول في الدم. ما ننساش برضو المشروبات الغازية والآيس كريم، بتبقى فقيرة جدا بالفيتامينات والمعادن. رقم 2، النظافة الشخصية. احنا عايشين في عالم مليان بالميكروبات، كلها بتميل انها تغزو جسمنا. العلماء قدروا عدد الميكروبات في السنتيمتر المربع الواحد بحوالي 1,000,000,000 ميكروب. كل ده بيحاول يغزو جسمنا طول الوقت، علشان كده لازم نحافظ على الصحة العامة عن طريق رقم 1، غسيل الأيدي باستمرار بالآلية اللي اتكلمنا عنها قبل كده، والغسيل ده بيستمر لمدة حوالي 20 ثانية بالمية والصابون، ويتكرر أكتر من مرة. رقم 2، تأليم الأظافر بشكل مستمر. رقم 3، الاستحمام بالماء البارد. برضو دراسات كتيرة بينت ان الماء الباردة لها تأثير محفز للجهاز المناعي.
رقم 3، الرياضة. الرياضة لها تأثير إيجابي جدا على الجهاز المناعي، وبترفع مستوى هرمونات مفيدة جدا للجسم، خاصة هرمون الاندورفين. هرمون الاندورفين له فوائد كتيرة جدا، بيقوي ويحفز الجهاز المناعي، كمان له دور مسكن للآلام المزمنة. الرياضة في المتوسط نص ساعة يوميا أو ساعتين ونص في الأسبوع، ويفضل الرياضات البسيطة زي رياضة المشي أو الجري الخفيف. أثبتت دراسات العلماء أن النوم له تأثير إيجابي على الجهاز المناعي في المتوسط من 6 إلى 8 ساعات يوميا. العلماء برضو أكدوا أن يبقى في ميعاد ثابت للنوم، بمعنى أن احنا ما ينفعش نغير مواعيد النوم كل يوم، لأنك لو نمت في الميعاد اللي بتصحى فيه أو عكست، ده بيؤدي إلى ارتفاع مستوى هرمونات اليقظة في فترة النوم، أو هرمونات النوم في فترة اليقظة، ده بيخليك بتحس إنك متعب طول اليوم بالرغم إنك ممكن نمت العدد الطبيعي من الساعات أو أحياناً أكتر من الساعات الطبيعية. بنأكد تاني على فكرة إن النوم في مواعيد ثابتة ده شيء مفيد جداً. العلماء لاحظوا إن نقص النوم عن معدلاته الطبيعية ده مصحوب بمشاكل في المناعة، اضطراب في الهرمونات خاصة هرمون التستوستيرون، كمان بيقلل الوعي وبيقلل الانتباه وبيقلل التركيز. التعرض للشمس والهواء الطلق مهم جدا، خاصة في فصل الشتاء وفصل الخريف، طبعا علشان نحصل على كميات كافية من فيتامين د، وزي ما احنا عارفين فيتامين د مهم للمناعة، ونقص الفيتامين ده يؤدي إلى مشاكل كبيرة في مناعة الجسم وخاصة مناعة الجهاز التنفسي. علشان كده بننصح بالتعرض للشمس حوالي 3 ساعة يوميا، وبنأكد إن ده مهم جدا في فصل الخريف وفصل الشتاء. رقم 6، تقليل التوتر والشد العصبي. طبعا ده صعب جدا تحقيقه في الواقع، لان التوتر والشد العصبي من سمات الحياة والعصر اللي احنا بنعيش فيه. احنا بنقول مش هنقدر نلغي الحاجات دي من الحياة، ولكن بقدر الامكان نقللها. بنقللها عن طريق ان احنا نلهي نفسنا او نشتت نفسنا بعيد عن مصادر القلق والتوتر. خطورة القلق والتوتر هو انها بترفع مستوى هرمون الكورتيزون في الدم. ارتفاع مستوى الهرمون ده في الدم يؤدي الى تثبيط الجهاز المناعي، بيعمل لنا خلل في الجهاز المناعي لانه بيقلل تصنيع خلايا الجهاز المناعي، كمان بيقلل انتاج الاجسام المضادة اللي بتحمينا ضد الغزو الميكروبي بكل اشكاله. رقم 7، المرح وتجنب الاكتئاب. العلماء لاحظوا ان دايما حالات المرح اللي بتبقى موجودة عند الإنسان، خاصة لما يتفرج على أفلام كوميدية مثلا أو يبقى سعيد في أي وقت، اضحك يا ابني. لاحظوا إن الحاجات دي بترفع مستوى الأجسام المضادة في الجسم، في المقابل الاكتئاب بيقلل المناعة وبيقلل إنتاج الأجسام المضادة. وعشان نتجنب الاكتئاب في عندنا وسائل كتيرة، أبسط وسيلة لتجنب الاكتئاب وإن ندخل في جو المرح هي ممارسة الرياضة. رقم 8، التدخين. أثبتت الدراسات العلمية كلها أن التدخين بكل أنواعه وكل أشكاله، بما فيه التدخين السلبي، بيؤدي إلى تدمير كل الخطوط الدفاعية بتاعة جهازنا المناعي، خاصة في الجهاز التنفسي. ده بيسهل غزو الجهاز التنفسي بكل أنواع الميكروبات، فيروسات وبكتيريا وغيره. ده بيؤدي إلى أمراض مزمنة في الجهاز التنفسي وبيمهد الطريق للسرطان. لفت نظر علماء ان الاشخاص اللي عندهم روحانيات عالية، الناس المتدينين بشكل عام، المؤمنين بربنا سبحانه وتعالى، المؤمنين بالقضاء والقدر، المؤمنين ان في قوة مسيطرة بتقدر كل شيء، وان اي مشكلة بتحصل سواء كانت مشكلة صحية او غيره ده قدر وابتلاء من ربنا. العلماء لاحظوا ان الناس ديت بتبقى اقوى في مواجهة الامراض. بدأ بعد كده تظهر دراسات بتوضح وتأكد فكرة ان الناس دول اللي عندهم ايمان قوي بربنا سبحانه وتعالى عندهم نسب اعلى في الاجسام المضادة جوه اجسادهم. اخيرا، الامراض المزمنة زي امراض الكبد وزي الكلى والسكر والقلب والغدد، بتتفق كلها مع بعضها في انها بتضعف الجهاز المناعي.
بتضعف إنتاج الأجسام المضادة، بتضعف المناعة الخلوية، بتضعف المناعة الطبيعية، كل أشكال المناعة بتنهار في الأمراض دي. علشان نستعيد المناعة ونحافظ على جسمنا من أي غزو ميكروبي ممكن يهدد الحياة، مطلوب مننا إن احنا نظبط وظائف الجسم، نظبط وظائف الكلى، نظبط وظائف الكبد، نظبط السكر، نظبط الغدد. دي الحاجة الوحيدة اللي تضمن لنا إن احنا نكون بمأمن من أي غزو ميكروبي بيهدد الجسم. أخيرا بأكد على العلاقة ما بين الأعشاب وجهاز المناعة. الأعشاب فيها بعض المواد الفعالة المفيدة للجهاز المناعي، المواد دي تم دراستها واستخلاصها من عشرات السنين وتحويلها إلى أدوية. أما استخدام الأعشاب بشكلها الخام اللي بنجيبه من تجار الأعشاب أو من العطارين، ده مخاطرة كبيرة جدا جدا جدا، لأن الأعشاب دي موجود فيها مواد فعالة مفيدة وموجود فيها مواد ضارة جدا بالصحة بشكل عام وبجهازنا المناعي. ما ننساش ان طب الاعشاب الخام ده هو طب العصور الوسطى، فبأكد تاني ياريت نتجنب يا جماعة كل وصفات الاعشاب بكل اشكالها، لانها ممكن يبقى لها تأثير ضار جدا جدا على المناعة. في النهاية بتمنى لحضراتكم الصحة والسلامة، واتمنى اكون قدمت حاجة مفيدة النهاردة، والى اللقاء.